اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، اللحم المشوي. نتساءل كتير على السوشيال ميديا، نتساءل ازاي نشوي حته لحمه لطيفه جميله ونحتفظ بالجوسي او بطعم اللحمه فيها اذا كانت ضاني او كندوز. اختيارنا لحته اللحمه مش هي دي المشكله، مش هي دي المضلعة وهي دي الحاجة اللي ممكن نقف عندها، ولكن طريقة تسوية اللحمة دي مهمة جدا. ازاي اضمن ان اللحمة استوت وفي نفس الوقت فيها طعم اللحمة لو انا بقى عند الزواج اعرف اذا كانت ضاني ولا كدوس. معانا شوربة الجزر بالكريمة، انا بحبها تبقى شوربة كريمة ولطيفة وجميلة. معانا طاجن خرشوف بالطماطم. الخرشوف ده يا اخوانا مفيد جدا للجهاز الهضمي، خاصة الكبد، ينشط الكبد ويجدد من أنسجة الكبد وبيحرق الدهون اللي موجودة على الكبد ويقلل الكوليسترول. تعالوا شوفوا مع بعض إزاي نعمل الحلقة البسيطة السهلة دي بأفكار لطيفة، ولكن يهمني برضو إزاي حتة اللحمة لما نيجي نشويها نستطعمها بالتتبيلة بتاعتها أيا كانت، روزماري أو البيبر أيا كان. أو تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. معايا مخرج شاطر قال لي حتة اللحمة دي مشكلة، نذبح في العيد، نذبح في المناسبات، بنستسهل ونعملها فتة نضمن ان هي استوت في مية. لا، تسوية اللحم في مية او مع الحلة في النار غير تسوية اللحم في طاسة، غير تسوية اللحم على الفحم، غير تسوية اللحم على الحطب، وهكذا. هنا بيفرق حتة اللحمة في التسوية وفي الطعم. طب ايهما حته اللحم اللي ما تاخدش وقت كبير في السوى معانا؟ الله، وانت بتحب اي حته لحمه يا عم الشيف في الدبيحه اذا كانت ضاني ولا كندوز؟ انا احب دايما بيت الكلاوي والرقبه، حته ملبسه كده فيها كل التفاصيل، سبحان الله. وعاشق للرقبه مع الورق العنب ما اقولكمش. تعالوا مع بعض، معانا شرايح من اللحم الكندوز لطيفه وجميله، هنعملها مع بعض مشوي بالبصل على طريقه المغازي بطريقه بسيطه وسهله وهتاخد وقت كبير، فعشان كده هنبدا بيها. المقادير على الشاشه. ايه حته اللحمه الحلوه دي؟ حلو، لسه طازه جايه من عند الجزار. ومعانا بصل ومعانا توم ومعانا زبده، معلقه فلفله حلوه، ونشوف التفاصيل مع بعض. ما تنسوش الروزماري والزعتر. اول حاجه هعملها اجهز التتبيله بتاعه اللحم. بنجيب بايركس زي ده كده، ولما تيجي تسوي اللحم مهم جدا انك انت تكون الطاسه سخنه او درجه حرارتها عاليه. فانا عشان كده حاطط الطاسه في الفرن بتسخن. شوفي بفكر في هو ده، بتسخن طاسه. بس بالله عليك مخرجنا الجميل تجيبها دايما، بتشوي برجر، بتشوي كفته للاولاد، لازم الطاسه تكون سخنه. هنجيب البصل الحلو ده كده، ونجيب المبشره اللطيفه دي كده. حلو، الله. وشوف انا هشتغل ازاي كده. عايز شويه ميه بصل حلوين كده، بحط عليهم معلقه خل. شوف البصل ده طبعا لازم عشان تستخدميه لازم تبشريه في الحال وتشتغلي بيها. انا عايز شويه ميه بصل استقطبهم من البصلايه بتاعتنا الجميله اللي تفرق في حته اللحمه. على فكره دي بقى اللي هي الايه، الطريقه البيت الحلوه. مفيش جزار ولا في واحد بتاع محل مشاوي هيقعد يبشر لك الجزره كده والجو ده خالص. هو بيجي مقطع البصل وحاططها على اللحم وسيبها تتبل. انما انا عايز حته اللحمه اول ما بتشرب ميه البصل الطبيعي ان لونها بيتغير، ويا سلام لو حطيت عليها معلقه خل. هنيه ديت، هو ده وده. اي خدمه حبيبي. تمام، انا كده عايز شويه ميه بصل. جيبين لي مبشره بطيئه. حلو، ناخد دي كمان. مهم جدا وانت بتبشري البصل تخلي بالك اوعي تعوري ايدك. انا وانا صغير اتعورت ايدي من المبشره دي، عشان كده حريص منها. او صباعك يعني. حلو، نشيل دول مش عايزهم. معانا طماطم يا عم الشيف،
حبيتين طماطم حلوين عشان تبشريها وتطلع معاك بسرعه، تقطعها نصين كده تاخديها على المبشره كده، مش عايز الجلد انا عايز الميه بتاعت الطماطم. شوف الموضوع بسيط ازاي، الجلد مش عايزها، نفس القصه. ونجيب اللحمه بقى، ريش، كندوز، رقبه، تشوي، بيت كلاوي، هي المدرسه واحده. اهم حاجه ان الجزار يكون راضي علينا ومدينا حته لحمه حلوه. خدنا الطماطم دي بالشكل ده كده، الله، حلو قوي. هنعمل ايه يا عم؟ شيل ده كده، مش عايزينهم بقى خلاص، خدنا اللي احنا عايزينه منهم ونخلي دول على جنب. نبدا نحط هنا معلقه معجون طماطم مع توم ناعم على قلب الخلطه دي. طريقه سهله، بس توم مفروم كده ناعم، معلقه صلصه طماطم صغيره بالشكل ده كده، الملح بتاعنا. وكل ما تقلل البهارات يا ست الكل يا ست الحبايب في شوي اللحم، كل ما تعرفي اللحم دي نوعيتها ايه وتعرفيها اذا كانت طازه ولا مش طازه. خلي بالك، فلفل اسود وشويه الملح وشويه زعتر. طبعا مش هنحط لا كمون ولا كزبره، حته اللحمه دي بريئه من الكمون والكزبره. انا مش بعمل طاجن باميه، ده زعتر، خل وزيت زيتون. ونمسك حتة اللحمة ندلعها كده في التتبيلة البسيطة السهلة دي، واللي يبقى من الخلطة دي عندك بتشربي بيها اللحم. ممكن تحط خل بلسابك إذا أنت حبة. حلو، هناخد التتبيلة الحلوة دي كده بالمضرب. الله، شفت القوام ده؟ الله، خلطة بسيطة وسهلة، أنا عملتها قدام حضراتكم واحدة واحدة. يهمني إن أنا أبشر الطماطم، مش عايز الجلدة بتاعتها. يهمني إن أنا أبشر البصلة. أهي. وبشرتها ببشرة ناعمة، فعشان كده خدت وقت. عصرة ليمون وقليل من السكر. ليه السكر يا عم الشيف؟ بيكرمل حتة اللحمة ويساعد على تسويتها سريعاً. أهي. ونقلب. شفت الخلطه دي؟ اوعي بقى تحطي لا كمون ولا كزبره ولا التوابل دي اللي تسرق منك الطعم، كانك بتاكلي ايه توابل، خلي بالك ده مطلوب. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ كل القصه هاخد حته اللحمه ديت، بص على حته اللحمه دي كده، الله، شفت دي؟ جزار حبيبنا، شفت ملبسه ازاي؟ التفاصيل في حته اللحمه، هناخدها كده ونضغط عليها بايدينا، ونفس القصه، اللهم صل على النبي. جزار حبيبنا قال لي يا شيف بص محظوظ اهو، وفي نفس الطريقه كده اتغيرت لون اللحمه اهو، واسيبها في التتبيله الحلوه دي يا ست الكل، واضغط عليها بايدي كده تقوم حته اللحمه تشرب التتبيله. على ما نجهز الجريلا اللي هنشوي عليها، ونتكلم على ادوات شوي اللحوم، اذا كانت جريلا اذا كانت شوايه، ده مهم جدا التفاصيل دي. جبت جريلا، ربنا كرمك وجبتيها، لازم تجيبي نوعيه الحديد بتاعها اسمه الحديد الزهر ليس المطاوع. ليه يا عم الشيف؟ الزهر يحتفظ بدرجه الحراره وبياخد وقت على ما بيسخن، بس لما بيسخن بيسخن خلاص، بياخد الوقت بتاعه وبيدينا حته اللحمه مشويه بالطعم بتاعها بالجوس بتاعها، ده مطلوب. انا تبلت اللحم مع حضراتكم واحده واحده، في العادة بنطلع باللحمة متبلة، لا أنا طلعت بيها وتبلتها مع حضراتكم، حتى المبشرة خدت وقت هخليها هنا على جنب. حلو، طيب. لو أنا خدت حتة اللحمة دي، إيه الصورة الحلوة دي؟ لو أنا خدت حتة اللحمة دي شويتها دلوقتي بظلمها، دي على الأقل تقعد لها ساعتين بالأمانة يعني، بس إحنا مش هنقعد ساعتين، إحنا عندنا شغل تاني وعندنا التزامات أخرى، فخلونا نبقى عارفين إيه الصح اللي بنعمله، ولكن إحنا مع بعض بنشتغل. دي علشان تاخد الطعم البسيط السهل اللي انا تبلته تاني، ميه البصل مع عصير ميه الطماطم مع الملح والفلفل وشويه الزعتر
ومعلقه من الخل وقليل من الليمون انا تبلت، والملح طبعا بنخليها كده على جنب لمده ساعتين في التلاجة، مش اقل من ساعتين. عملتها من بالليل وحطيتها في التلاجة، اهلا وسهلا، بقيت احسن مني. ايه اللي ممكن ياخد وقت عندنا نشتغل فيه؟ الشوربه بتاعتنا، شوربه الجزر بالكريمه. نشوف مقاديرها على الشاشه، فريق العمل الجميل اللي بيتعب معانا. شوربه الجزر بالكريمه الاطفال بيحبوها، انا شخصيا بحبها، بتبقى شبه شوربه العدس في الشكل ولكن الطعم فرق جامد جدا، خلي بالك. المقادير على الشاشه، جزر حلو، فيتامين سي في الجزر خلي بالك، ومفيد جدا في ايام البرد بالذات، ابنك عنده برد، عنده شويه رشح ايا كان، عندك الجوافه مصدر لفيتامين سي، عندك الجزر مصدر لفيتامين سي، عندك الفلفله الملونه اللي على الشاشه اذا كان اخضر ولا احمر ولا اصفر مصدر غني جدا لفيتامين سي. فيتامين سي مش موجود غير في البرتقال اليوسفي، لا ده كان زمان قبل الثقافه الطهويه والعلم الطهوي، والعلم لما يتكلم سمع هوس. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل شوربه الجزر. بنقطعه كده. اوعى تعوري ايدك، الشيف البغاز بيقطع بسرعه بزيه، خلي بالك ده مهم جدا. قطعت الجزر دي بتخليه يستوي بسرعه بالشكل ده كده. حلو، وعندنا طاسه بتسخن، هنجيب بصلايه حلوه نشوحها على النار، ما نخليهاش تاخد لون، علي الولماذة علشان ما تغيرش لون الكريمه اللي هتنزل على الشوربه دي بعد ما تستوي. فتحميرت الشوربه تحميرت البصله للشوربه بيختلف غير تحميرت البصله للطواجن. دي المدرسه الطهويه المغازيه بتقول ايه؟ تحميرت البصل، تاني تبقى ورايا، تحميرت البصل للشوربه بتختلف غير تحميره بصل لطواجن. تعملي طاجن لسان عصفور، طاجن باميه باللحمه الضاني، طاجن قلقاس، طاجن بطاطس، طاجن سجق، يفضل تحميره البصله لغايه لما ناخد اللون المكرمل بتاعها. اما اذا بتعملي شوربه زي شوربه الجزر اللطيفه الحلوه دي كده، طبعا يفضل البصلايه هنا ما تتحمرش، نشوحها بس. حلو الكلام. الجزر زي ما هو كده هناخده، وناخد البصلايه الناعمه الحلوه دي في ايدينا مع فص ثوم مع مكعب من الزبده، ونقف على النار مع الكاميرا الجميله والاساتذه المصورين. هو ده هنبدا نشتغل ازاي يا عم الشيف. معلقه زيت صغيره في قلب الطاسه، تمام، البصلايه الحلوه زي ما قلت لحضراتكم مش هستنى عليها لما تاخد لون، لان لو خدت لون هتغير لي لون الكريمه اللباني وتبوظ لي طعم الشوربه. اهو زي الكراميل كده لما ياخد لون ويتحرق منك ما تعرفيش تستطعمي الكريم كراميل. شفت البصلايه زي الفل وهي بتتحمر كده، بنحط الفص التوم الحلو ونحط مكعب الزبده، الله، ونحط شويه الزعتر الحلوين بس. خلاص عم الجزر هنا يشرفنا، شفت الجو ده كده اهو، الله على الريحه الحلوه. مين يا غير عمر عينيا ما دمعت من البصل؟ طالما انت بتحط زعتر على البصلايه وهي بتتحمر خلاص. شفت الجو ده كده، انا بنحط الجزر الجميل الحلو ده، الله، انا بحب شوربه الجزر خاصة لما يكون فيه لحوم مشوية. الله، شوح الجزر ده مع التتبيلة دي مع البصلاية دي مع التومة دي زي ما انا شغال كده اهو، التشويحة دي مطلوبة. يلا بينا يلا بينا، هو ده، اللهم صل على النبي. طبعا مهم جدا لما بتحطي ميه بتحطي ميه مغليه عشان تكسبي وقت وفي نفس الوقت كمان تستفيدي من وقفتك في المطبخ. زلزال بس، خلاص نسيبها تغلى على النار. شوربه زي ما قال المغازي، ما بحبش دايما زي اقول لك زي ما قال الكتاب، انا بعمل الكتاب، كتاب من ده من بين، انا بعمل الكتاب.
ايه رايك نطلع فاصل نسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا، وتعالوا نطلع فاصل صغير. بعد الفاصل ده معايا لحم متبل، ده بقى تعمل شوربه جزر، تعمل خرشوف يا عم الشيف. انا عايز الهوبر دي اللي متبله دي، الحته اللحمه اللي فيها تفاصيل كتيره. هنشوف نشويها مع بعض ازاي على جريلا او على طاسه في تسخن في قلب الفرن. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اللي يقلقك من حته اللحمه ان لونها يتغير الخل، غير الخل لا، تبقى حته اللحمه فيها مشكله. لا الزيت ولا التوابل ولا ميه البصل ولا ميه الطماطم يغير من لون وطعم اللحمه وشكل اللحمه، هو الخل. فلازم نوعيه الخل تكون نوعيه لطيفه وجميله. هنخليها كده زي ما على جنب. تعالوا نفتح الفرن نشوف اخبار الطاسه اللي هنشوي فيها. لازم تكون شديدة الحرارة، والأطفال ما يقفوش جنبك في المطبخ. هي هنا سخنة جدا. الله، نحطها هنا. حلوة أوي. ونبدأ نحط هنا يا عم الشيف قليل من الزيت. شفت ازاي وهي سخنة الزيت بينزل عليها ازاي؟ ونجيب اللحمه جنبينا والزبده في ايدينا. تخلي بالك دي مهمه جدا، ما تسيبيش الزبده بقى على النار علشان ايه؟ ما تتحرقش. وانا شغال كده. اللهم صل على النبي. شفت الجو ده كده؟ هو ده. الله، واخد حته اللحمه. الله على الريحه، الله على الجمال. بص على الحلاوه دي، بالله عليك بص. هو ده نفس الموضوع. الله، يلا بينا يلا بينا. سيبها على النار، اوعى التتبيله دي، خلي بالك عايزها. اللحم المشوي مدرسه من مدارس الطهي اللي تقدري تبيني فيها خبرتك الطهويه، مهارتك الطهويه، شطارتك في المطبخ، براعتك جوه العائله الكريمه، انك انت احسن حد يعمل لحم مشوي مستوي غير المسلوق. المسلوق ده بنعمل بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم والقرفه والحبان، والميه تغلي ننزل باللحم ونسيبها تستوي. فدي مدرسه تانية خالص. نعملها كبسه بقى، نعملها طاجن باميه باللحم الضاني زي ما انت عايز. معانا في المقادير، انا مش هقف جنب اللحمه بقى واقعد جنبيها وافرح، لا سيبها تعيش. هشتغل في طاجن الخرشوف بالطماطم، مقاديره على الشاشة. طاجن الخرشوف بالطماطم، معانا خرشوف. زي ما قلت لحضراتكم الخرشوف في موسم الشتاء متواجد. ومعانا طماطم. معانا بصلاية ناعمة. ثوم ناعم. توابلنا. ملح، فلفل، شوية كزبرة. نشوف هنعمله مع بعض ازاي. حلو الكلام؟ النار، حتة اللحمة هنا بتشرب بالبهريز والصوص، خلي بالك. نعم يا غالي، ممكن يسويها على الفحم، يبقى ممكن نحط الطاسة دي على فحم وتسخن برضو جامد، ونستخدمها كعلى عادة على الفحم عادي، مفيش أي مشكلة. مش عايز أقول لها ليه يا حاجة. تمام، أنا عامل حجة عشان أقف أشم الخير اللي موجود في الحالة دي. ريحة حتة اللحمة كده بتتكلم مصري. تعالوا نقلب حتة اللحمة مع بعض. فرحان بيها طبعا، مرة افرح بيها، مستقبلي فيها. بص عليها، شفت الحلاوة دي؟ الله. شفت الجمال ده؟ الله، دي للأمانة عايزة بقى ايه، سيبها كده لغايه لما تنشف شويه. بعد ما تنشف انزل عليها بقيه البهريز اللي عندي، بهريز اللي انا متبله فيها ده اللي باقي عندي ده، خلي بالك ده مهم جدا. اوعي دول. دولت مهمين جدا. دي عايز ايه بقى اللحمه دي يا عم الشيف؟ عايزه كيلو بطاطس تجيبيه وتسلقيه بالقشره بتاعته. هتقولي ما عملتش كده ليه يا شيف؟ عملنا قبل كده، بس انا بذكرك يعني.
بطاطس تتسلق بالقشره بتاعتها، وبعد ما تتسلق يا ست الكل يا ست الحبايب نقشرها. خرجنا بيقول لي امسح جنب اللحمه، طبعا لازم انا لازم افرشها الارض حرير حته اللحمه دي. حلو. وبعد كده نهرس البطاطس دي بزبده وحليب، وتبقى بطاطس بوريه. حلو. بطاطس البوريه ده اتحط في قلب الطبق، وننزل عليها بحته اللحمه دي بعد ما نقطعها، وبالف هنا وشفا للي ياكل. بس مش لازم رز بقى ولا عيش ولا اي حاجه، هي شويه بطاطس بوريه كربوهيدرات ونشويات اللي انت عايزاهم مع حته اللحمه المشويه البروتين، والف هنا وشفا. شوربه الجزر في طريقها للسوى، في طريقتين لتقديمه الشوربه دي، يا اما نقدمها صحيحه زي ما هي، بس احنا لازم نخفقها طبعا بالهاند بلندر بتاعنا. البصلايه الناعمه الحلوه، عد عود زعتر كده حلو لقيته في سكتي وانا ماشي، مفيش مشكله لما احطه هنا كده، يعني هيضيف زعتر. انا بحب الزعتر دايما مع اللحوم المشويه، زعتر، روزماري، لحوم او فراخ. سيبه كده زي ما هو. تعالوا مع بعض نحمر البصلية الناعمة عشان نعمل طاجن الخرشوف بتاعنا الحلو. الطاسة بتاعتنا سخنت، ونحط شوية بصل. حلو. وحمره كده واديها لون. ايه دي الطواجن بقى دي؟ هنا المطلوب ان البصلية هنا تتكرمل تاخد لون. للأمانة عايز استخدم معلقة سمنة في الطاجن ده، ايه المشكلة؟ مش كل يوم زبدة. احنا اتفقنا احنا يوم الحد بكل اسبوع بيبقى اكل صحي. حلو. نقلب كده. معانا صوص طماطم لطيف وجميل، طماطم مضروبة في الخلاط، باخدها هنا بحط عليها معلقة معجون طماطم، ومعلقة سكر على الطماطم اللي انضربت في الخلاط دي، معجون طماطم صلصة يعني. حلو. بحط السكر، ليه السكر يا عم شيب بيسألوني في الإربيس في وداني؟ يا عم ليه حطيت سكر وانت بتعمل عصير؟ لا مش بعمل عصير، السكر ده يا اساتذتي يقينا من الحموضه بتاعه الطماطم، الناس اللي عندها مشاكل مع القولون، الناس اللي بتعاني من مشاكل القولون وارتجاع المريء. وما هو ارتجاع المريء؟ من كتر اكلنا بره البيت والفول اللي الناس بتدمسه بالبيكربونات صودا، والحمص اللي الناس بتدمسه وبتسلقه ببيكربونات صودا، والبيكربونات صودا اللي بنحطها في الطعميه عشان تتحمر وتبقى مستويه، كل دي مدرسه من المدارس الطهويه اللي هي خاطئه ومضره للصحه. يعني من الاخر نبعد عن البيكربونات صودا في تسويه البقوليات او اللحوم، لانها اللي بتهري مفتاح او فتحه المريء، فبتخلينا واحنا قاعدين في امان الله متهنيين بالاكل وكل حاجه، بس عينينا تغفل نقوم فجاه فيها حاج مالك يا حاج مالك، الاكل عايز يرجع تاني. ويرجع ليه تاني؟ لان فتحه المريء منتهيه مهريه، بيكربونات الصوديوم هرياها. عرفتوا بقى الدراسه والعلم نور، ولما ندرس ده مهم جدا. هنا صوص الطماطم جاهز للامانه، عايز شويه توم خدم عليه كويس، انا معايا شويه خرشوف، كيس خرشوف ده جبته، شفت كده زي الفل. شوربه الجزر بتغلي، اللحم بيستوي على النار، تفاصيله بدات تظهر اهوت، اول ما تشوف الدم بدا يطلع على حته اللحمه من فوق تعرف ان هي خلاص من تحت بتستوي. هنقلبها دلوقتي اللي هي خدت لون، واحنا بنقلب شفت البصلايه خدت لون ازاي، السمنه الحلوه البلدي اللي جايباها حماتك وهي تزورك الست الطيبه. هي الست يعني هي تقدر تعمل ايه وهي جايه؟ يعني بتجيب السمنه البلدي، الفطير المشلتت،
الامهات والزمن الجميل ده مهم جدا. شايفه صوص الطماطم الحلو ده؟ سيبه على النار، سيبه يغلي كده ويتسبك تسبيكه حلوه. حلو، اخد الخرشوف الطيب الجميل ده، بص لي على الخرشوف، شوف الخرشوف في الفرق بين الكعب وقلب. القلب ده في الشمال يا عم الملاح، اما الكعب بتاع الخرشوف بيبقى في ارضيه الخرشوف. يعني ايه في ارضيه الخرشوف؟ اللي هو ده كعب الخرشوف ده، يتحشي لحم مفروم مع جبنه موزاريلا وبيتقدم كده جنب المشويات. كعب الخرشوف ده يتحشي بشاميل وجبنه. كعب الخرشوف يتعمل سلطه. كعب الخرشوف يتقدم مع الخضار السوتيه. ولكن قلب الخرشوفيه يتعمل ايه؟ سلطه بس، اللي هو بيبقى ورق. التقطيعه دي تحس الخرشوف وانت بتقطعيه كده زي اللحمه. شفتي؟ وطعمه لطيف جميل، انا بحبه، بحب اكله سلطه دايما مع زيت زيتون وتوم وعصير ليمون وكزبره خضراء زي البطاطا الحاره. كل حاجه على النار. انا عايزك تبقى واقفه في المطبخ كده منظمه وقتك وعارفه وقفتك ازاي. اول حاجه تبلت اللحم، سبتها شويه على ما قطعت الجزر وحطيته على النار، وتكسبي وقفتك في المطبخ كده كده انت واقفه على رجلك. ربنا يعينك ويديك الصحه، الجنه تحت اقدام الامهات من وقفتهم وخدمتهم لينا. شوفوا من نعم ربنا علينا ومن فضل ربنا علينا وتكريم الرب للام، الجنه تحت اقدام الامهات. ليه؟ بيقفوا كتير يخدمونا ويتعبوا، ولما ياكل احنا ناكل كانهم هم اللي كلوا. يا سبحان الله. تعال شوف، انا عايزك تجيب التفاصيل، سيبك انت لا طماطم ولا جزر وسيبك من اللي انا بقوله، جيب هنا 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 الحلويات دي. فينك يا عم ملاح؟ مين معايا؟ هو ده. يلا عايز اقلب اللحمه دي، اللهم صل على النبي. هو ده هو ده. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلويات دي يا عم الشيخ؟ سيبها تنشف، انا عايزه تنزل معايا هنا بهريز. ناخد الخرشوف نسقطه هنا. الله الله، دي عايزه شويه رز بالشعريه، شويه رز ابيض بألف هنا وشفا. هستأذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف التفاصيل في حته اللحمه اللي بدأت تنور. خرشوف طاجن بالطماطم تفاصيله، شوربه جزر بالكريمه، يعني فيتامين سي. اوعى تروحوا بعيد، خليكم مع حته اللحمه، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما من مصروف البيت، اي نعم في مصروف بيطلع شهري، في حاجات كده اكسسوارات في المطبخ يفضل انك تشتريها، اهم من اي حاجه يعني. هاند بلندر زي ده كده، عملت شوربه عدس، عملت شوربه جزر، عملت شوربه رز، شوربه طماطم. تكسير الجزر بالشكل ده كده في قلب الشوربه بيخلي لها قوام ويخلي لها شخصيه. قبل ما احط الكريمه اللباني مش لازم اطحنها كلها، بس ان انا الشوربه نفسها تاخد طعم الجزر. طبعا لو انت حطيتها في الخلاط هتكسر الجلده بتاعه الخلاط والسكينه بتاعه الخلاط تدي عليا، فالحاجات دي طبعا ضد السخونه وضد الغليان، فاستخدميها عادي، مصنوع من الستانلس. شفت يا شفت الشوربه ازاي؟ هو ده، هو بيكسر فيها. يوم الاطفال لما يشربوا منها وكبار السن يشربوا منها، الله ايه الصوره الحلوه دي لو جايبها جنب اللحمه وتفاصيل حته اللحمه. والله انا طبعا بوجه الشكر والتحيه الكبيره لكل فريق العمل، فرسان العمل، فرسان البرنامج بتاعي. بكسر الجزر،
ده ما يتكسرش في الخلاط، لانك لو حطيته في الخلاط يبقى وداعا للخلاط. هو السكينه بتاعتها اهي، شفت فرمت ازاي؟ وانا واقف مش بص على اللحمه، شفت القوام؟ اه الله، انا بعشق شوربه الجزر على فكره. دي هتتفرج على لونها دلوقتي بعد ما احط الكريمه اللباني هتدعي لي. بس خلاص هو ده. لا 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 لا، مش هحط نشا ولا دقيق. نشا ودقيق بس يا راجل ما ينفعش خالص. لا، النشا والدقيق هنا غير مرغوب فيه مع شوربه الجزر خالص، لان هو لوحده له قوام. كريمه اللباني للامانه، عايز شويه كريمه لباني للصوص بتاع اللحمه، وهاخد شويه للشوربه، اقسمهم ما بين الاثنين. الله، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بص 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 على الحلاوه دي. الكريمه اللباني دايبه دوب دايبه دوب. هو ده. بس خلاص ناخد كمان شويه. الله، يلا شويه نقلب. شوف القوام ده كده، بص بص الشوربه يا عم. هو انت ما تعرفش غير العدس؟ هي شبه شوربه العدس بس لازم تكون خفيفه كده عشان نشرب منها كميه. خلي بالك اهو، شفت شفت القوام ده؟ شفت الحلاوه دي؟ الاطفال كبار السن دايما نسمع المغازي يقول لك الكرفس ملك الشوربه. وبقيه الكرفس على الطاجن. يلا معانا طاجن خرشوف برضو يحب الكرفس، نقلبه كده. انا واقف على النار كل حاجه قدام عينيا. مخرجنا بيقول لي الوقت سرقك، الله عليك، كل حاجه زي الفل. خلصنا، نبدا نعمل ايه؟ اول حاجه نغرف الشوربه. الله، طبق الشوربه طبيعي بيتقدم على السفره في الاول، وربنا كرمنا بحسن النيه وحسن العمل ان الشوربه تطلع واحنا شغالين حته اللحمه لسه على النار. سيبها ما تقلقش، انا هعمل تركايه دلوقتي تساوي مليون جنيه واحنا شغالين مع بعض كده. خلي بالك التركايه دي بتطلع كده حسب النيات برضو، خلي بالك يا الموضوع بيقول لك نفسها حلو. اللي انا هعمله دلوقتي ده مش موجود لا في كتاب ولا في كراس. خلي بالك، ركزه معايا. الشوربه خلاص، الف هنا وشفا. كفايه؟ حاضر يا باشا. خد بقى التركايه اللي جايه دي، تدعي لي. اخبار الخرشوف ايه؟ جاهز؟ يلا. شويه خرشوف، ظبطنا الملح؟ ظبطنا الملح. كده كده احنا حاطين السكر والملح، والخرشوف جاهز كمان. الف هنا وشفا. شوف الاكل كله طالع مع بعضه ازاي؟ هو ده. الله، يلا بينا. خرشوف مكانه هنا. تمام؟ حلوه كده يا عم الملاح، دي بدايات انا عارف. بص عليك السكه اهو، في كاميرا تصور، انا معايا ست كاميرات عشان تشوفوا الصوره اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه دي. خلي بالكم يعني العمل والمجهود ده خلف الشاشه كبير قوي. ادي الخرشوف بتاعنا، الف هنا وشفا، حطيناها في المركب دي كده. التفاصيل بتاعته شفناها من بدايه تقطيع الخرشوف، من بدايه عمل صوص الطماطم. لسه التركان عارف. حاضر يا فندم. بقول لي عايز اشوف هتعمل ايه. لحمه وشوينا. اصبر على رزقك، الله يرضى عليك، عشان بحبك وبحب اللي يحبك. الله، شفت الجمال ده؟ حرمك من حاجه انا؟ حلوه، رشه توابل كده، قصدي خضره. بس خلاص انا فاضل حته اللحمه، اطفي النار دي مش عايزها خالص بقى، واسيب حته اللحمه. انا قاصد ان هي تنشف معايا، قاصد. خلي بالك سيبها على النار زي ما انا سايبها كده. تتحرق؟ ده مال حلال ده؟ طيب طفيت النار، معانا الكريمه اللباني. بالله عليك تجيب لي التركايه دي مش انت حبيبي. بص دي كريمه لباني تاني اهو.
هنا بس خلاص شيل. ايه المدرسه دي؟ ناخد اللحمه، اللهم صل على النبي، زي ما انا شغال كده. حلو الكلام. معانا التتبيله بيتها، بعمل ايه كده؟ بشيل حته اللحمه دي كده هنا، بحطها فوق دي كده هنا. تعالي يا ست الكل كده، وناخد الخلطه دي كده، الله. دي مدرسه بقى. عينيا يا فندم، والله بالله عليك انت جيت في وقت غير مناسب وتقول لي كده. قال لك عايزين نفنش يا شيخ، عايزين ننهي. يا راجل دي لحظه ولاده السعاده، لحظه ولاده يعني صاحبه السعاده لحته اللحمه. يا عمري والله لو هتحبسني يعني مش هخلص خالص وقت غير لما اعمل اللي انا عايزه فيها. ده كلام؟ شفت انا بعمل ايه؟ دي مدرسه. شفت انا بعمل ايه؟ لسه. شفت انا بعمل ايه؟ اهو. شفت انا بعمل اهو. اهو. دي شقاوه دي. اهو. لا في كتاب ولا في كراس. ده في الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه. يلا بينا. سابع. نجهز طبق التقديم. اللهم صل على النبي. دي عايزه طبق حلو قوي. لا طبق ده نينون هو ده. الله اكبر. تستاهل. زي ما انا شغال كده. هنية. شفت الصوص ده كده؟ بص على الصوص والقوام بتاع الصوص. اشيل الزعتر ده انا مش عايزه. حاضر يا فندم، والله بالله عليك ما تزعلني منك. واسيبها كده تاخد غلوه بالصوص ده كده. يا ولي. واشيل الزعتر ده انا مش عايزه. وناخد بعضينا ونجيب الطبق الحلو ده كده، ونيجي هنا كده ناخد حته اللحمه دي نغرفها كده. اللهم صل على النبي. تستاهل ولا ما تستاهلش بقى؟ قول لي انت. اهو الصوص الحلو ده اللي عايز شويه رز ابيض، ننزل بينا كده سخنه الحله. خلي بالك زي ما هم كده، مش هنصفيه زي ما هو. الله. شفت ازاي؟ الله. لحم مشوي بالبصل المكرمل. خلصت اللحمه، نروق على السرفيس بتاعنا عشان الصوره الحلوه. ده الطبيعي. تقدمي معاها زي ما قلت لحضراتكم شويه بطاطس بوريه، مش هتقول لا. خضار سوتيه، مش هيقول لا. بروكلي معانا، مش هيقول لا. شوربه الجزر اللي انا عاملها دي، مش هتقول لا. بألف هنا وشفا. نقدمها هنا كده عينيا. ألف هنا وشفا. حلقتنا النهارده تفاصيلها كتير قوي. ربنا كرمنا وجبنا حته لحمه من عند الجزار حبيبنا، خدناها تبلناها سبناها شويه على جنب، وبعدين حطيناها في الجريلا او في الشوايه بتاعتك اللي انت جايباها، لازم تكون سخنه. وشفنا تفاصيلها مع بعض. عملنا طاجن الخرشوب بالطماطم، لطيف وجميل مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصه للكبد. عملنا شوربة الجزر بالكريمة للأطفال الحلوين وكبار السن، كلها عناصر غذائية ويهمهم وأفضلهم طبعا فيتامين سي. رؤية فن إبداع. شوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.